بدينا باللي فايل قوجيه بسفرات يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا ولا الهلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا يا هلا يا هلا باللي يجينا يا هلا. يعني هو الحين مسوي ايش؟ مسوي قال لها نزل نزل قدر ايش عندك حط قدر فوق راسك. احس اني مضغوط. احس ايش؟ احس اني مضغوط. مضغوط نفسيا ولا جسديا؟ مضغوط ولا مندي؟ عطنا فزت يا عبد المجيد. والله يا تشاب راشد بس تصدق اني حطيت ثنتين وانت ما تدري؟ هذه وهذه هذا الوش وش تجاري. لا يعلم من زين النية. يا سلام يا سلام. يود انا شفتك تو يا شو اسمه راشد. شفتك تو انت مشي بالكاتب منك. ذكرتني بابو كاتب والله. بالله وش مشاعرك لابو كاتب؟ ما هو بصاحي الرجال. عبد الرحمن الطاري. نعم. خصم 200. يا شيخ كل رصيدي لك يا ابو كاتب. اقسم بالله اني حبيتك من اعماق قلبي يا رجل. يا شيخ ها ذيك تخاف تقول لا ما ادري وش عشان خصم عليك. انا خايف ومن شده الخوف حبيته. لا غلط. طيب يلا يلا نجرب وانا خايف يلا. مين انا؟ ضروري عمر؟ ابشر. اذا كان عندك سحر الجمال دفتركم معك الله يجزاك. فبجي ولا مثل اللي يقول له ترجع. لا خاف يبونك وما ترجع. ما انت مو لا لا ماني مطول. جيب دفتر ما بجيبه تراي. لا تجيبه ابدا الغالي. انا والله حلت ورا الدخان. اعطني من اللي عندك يا زينك يا زين. تصدق على اني من القصيم ما اعرف اهرج مثلك؟ عبد الرحمن على اني ما ادري ما اهرج قصيمي انا اهرج انا من كتب التاريخ تقرأ اثرت يعني. سم الله الله يا سالم. الله الله شلونك؟ نحمد الله ونشكر. وش العلم؟ الله يشفيه. قول الله يشفيه. رن ابو بلك ولا بشيء ذا يا خبل يا خبل. سالم الخبري. سم طال عمرك. انا ابو كاتم. والله هو نعم خصم 200. ليه كذا كذا؟ ايه على كيفك الدين. خصم 200 على كيفك. خصم اصبر خصم 300. حسبي الله ونعم الوكيل. ظالم. اصبر انا ولدك يا غبي. اوكر يا زين النوم حقيقه. طيب يا اخي ترى ما يحتاج انك تجيني لهناك وانت هنا بس مد يدك تلقى انت مد يدك تروح الديوانيه. خش ما شاء الله. شالوم تخالتي والله يا طويل بعد. انت شكلك من قوم عاد وثمود طويل بالحيل. طول عز. عز الله. ايه خابر انا. عطنا من القصيده اللي عندك يا. والله القصيده اللي عندي يقول لك وش الشعر اللي يقولها كل يوم؟ ايش هو يقول؟ هاي تبرون نتسند عندهم صالح؟ لا لا كذا نصير خمسه مع بعض. عندهم قصيده. عندهم ممكن يكتبون قصيده عشان حافل. عادي اجيكم. عادي اجيكم. قول لا قول لا. يقول روح لحالك انت. كيف معك؟ روح انت قدرك خليهم يضغطونك. يا ابو قدر يا ابو قدر يا قدر كبرك انت قدر يا قدر. عرفت المسرحيه عرفت كل شيء انا؟ انت ما كنت بالامس؟ الا الا تو معكم العصر معكم. اي صح. بس الحين مثبتين علي وين وائل قابلته؟ ما جبنا لا سيف ولا جبنا شيء. ها؟ ما جبنا شيء. وائل طال عمرك. خذ حطب ولا شيء طيب. ولا خذ عصا طويل كذا يقارن سيف. مو بلازم عاد ما في سيف ايش تسوي؟ شكر الله. خذ حطب ولا شيء نقيت يعني عصا. طويل بس يصير معك لو ما صار حارب بيدك وبلازم سيف. بس ما ادري عن وائل. وائل تو عنده عيال ما ادري يمكن سنه مغيره شيء ولا ايش. العيال من؟ مقدبين وذولا. لا وائل عنده عنده مسرحيه بعد مع الشباب. وين؟ وين برا ولا هنا؟ خمسه واربعه. برا ولا هنا؟ كيف برا ولا هنا؟ مسرحيه برا القريه ولا داخل؟ هنا هنا برا القريه على كيفها يا طلع؟ ما ادري. لا يا رجل مسرحيه بعد عندهم غير مسرحيه. حلو على المسرح يعني. ايه ممتاز.
اوه فريق الطويلش والله لي فريق يا حبيبي حكمت خلقك ما تعادل. سؤال من خنبري. يا مرحبا. وش هواياتك؟ هوايتي السباحة وركوب الخيل والرماية. صرت تتكلم من جد. يعني وش تحب أنت؟ أحب أمي وأبويا. يا أخي. لا وش تحب يعني؟ أحب سبحتي. أصلا. تونس. أبى أقرأ قصة بس كاتبه ما يقرأ مطيري. نشوف. يقول لك صل على النبي خلني أقرأ وأطلع. والله ما تقرأ كاتب ما شاء الله صغير مرة. طفولته شو؟ ترى الطاولة من درن درن دين الأخ قل ما شاء الله خطه بس مو واضح مرة. رجع رسول الله. ها آه. ناظر ولد خالتك مضغوط تعال والله كان قدر يا رجال انت غبي تاخر هو غبي تاخر هو انا قلت المفروض انت جالس اسحب عليه قول نضغط يلا نحش قول نضغط مخل الرجال حق الرجال ناخر دقيقة خليني اقرا هذا مقدمة تقرا مقدمة هذه تبع الحفل خله يا رجال خله ما بقى له سطر يا رجال انت شو رقفك يا سالم يا سالم دقيقة ترى تنشق مشينا مولانا مولانا تقول أحد يصوت لك رح نعم ما يصير كذا وش هلا ولد خالتك صيصة يا حبي لك مسلمان حبني لك حروب بسم الله يلا خلنا ناخذ قدر نمشي سبلي قهوة هذا ايش اجلس 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 معوق انت ولا شايف وش بسم الله ما اقول شيء ابوي تسمعني جدي الله يعز قدرك صالح ها وش هو صار شيء وش صار جاي بالعيد انت لا بخبرك في الليل عياد هدرنا عياد عياد شفت ليله العيد غلطان يا حبيبي طيب اصبر سكر مو مسكر هذا اللي راسه طنجره شفت ليله العيد حمود 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 محمد ذهلي حمود يا حمود اصبر يا عيال خلاص رايك يا الحين كيف الطبخة؟ أقسم بالله حسني بليلة عيد. يا زولي. عطني عطني خلنا بطبخ بس على راسي. استند اب تات. يا جماعة. استند اب واجلس يا جماعة. استند اب. سيت داون. والله. أنا بحط بقدر بقص القصيدة يمكن تنسخ. والله اليوم اليوم وناسات واجد أول حاجة ولدي طلع من مستشفى ثاني شيء ثاني شيء عرس أنا كنت أتمنى حضر عرس اليوم جاني عرس هنا. زي ما قلت لك ذاك. والله عرس. برش بجيب شيء لا بتعجبك. الله يبيض وجهك. بلاي باك. يعني تكفى نلعب عليها قزوي. لا قزوعي ترى انا رازف قزوعي اذا صرنا الحاجه طيب قزوعي يا رازف صالح قزوعي على بدايه انت في القمه مدري لا هذه بلاي باك جاهز لا اقول قزوعي نلعب على وش ماشي مختارين اللي دارا بيعطونا سكريبت الحين او قزوعي اسمع صالح حقين قزوعي يلعبون عادي تقدر تلعب عندي اذا يا صالح صالح خليك معي وقزوعي تكنسل السلام عليكم والله قزوعي يبدا من رازف والله تكنسل ولا لا دقيقه سلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام خلاص يا يا صل على النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بالله فيها لازمة طبعا ترددون انت كلكم اذا غلقت انا بعدك اذا غلقت انا بعدك شو ما قطعك اذا غلقت علمني اسلم والله تغيرت فارس شباب هلا اعلمك شيء اليوم جايني شعور انعيد انا جايني شعور ان عرس اليوم اقسم بالله جايني شعور ان عيد كل العالم شخصه انا جاي شعور اليوم ان ثلاث عيال يرحم امك شايفني كاميرا يا بالحلا هنا نبري لايكم بالشعور غريبه اليوم راكد اسمع اسمع يا عواصل هدوء هدوء اول شيء تداخل اصوات تداخل اصوات اصبر اصبر
اول شيء قولوا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ادعوا ان الله ان الله يجملنا اليوم قدام المشاهدين وقدام ربعنا وقدام كل اللي يتابعونا. زين ولازم نكون واثقين من انفسنا. انا لو معي جوالي شغلت ازرع بنفسك ثقه وقعدت انشد معه عشان تجيني ثقه، لكن ما عندنا ما نقدر نسمع شيء. خلاص هذا الزرع موجود. زين بسرعه بسرعه بقول شيء. صح توكلك على الله بلا شيلات ولا خرابي، توكل على الله. عجيب يا رجل، وانا قلت بسوي شيء ثاني ان شاء الله بينجح. لكن لكن نجح المهرجان ان شاء الله. صوت واحد تكلمونا نقول شوف 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 طلعت عصافير. دقيقه دقيقه طلعت عصافير فوق راسي. انتم تقطعوني، انا جلست خمس ايام وانتم تقطعوني الحين خلاص. شلت 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 العصفور. تفضل ابو رش ابن ابوي قاطعه. كفو كفو طيب اتسعوا كذا اتسعوا كفو. ولد خالتك ولد خالتي حصيصه ولد خالتي حصيصه. لا تبون الحق ولد خالتي والله طويل اجلس اجلس عشان تصير طول. بسرعه نروح. والله نجاحنا كلنا نجاح الواحد فينا ترى كنا نجاحنا كلنا. نعم احنا نفس الشجره فيها اذرع. وش وش جذع الشجره؟ شباب شيء بيشتغل مبني على التعاون وعلى شاشه بدري يا ابو شباب. الافرع كل واحد وفرع، هذا فرع جهه التمثيل، هذا فرع جهه الانشاء، هذا فرع. زين انا من ناحيتي لي فرع في كل مكان، انشاء شعر تمثيل. وانت لا انت الجذع. لا 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 الجذع شو اسمه نعم حلو. قاعد يراجع نفسه. ادري ادري صح قاعد تراجع نفسك صح. لا ما ودي ما ودي اعطي يعني اكابر واقول اني ارجع على اساسي. يا رب اشم ريحه ناصر الحربي. اقول والله العظيم شيء بشت تعطر هذا شيء بشت. المهم ابشروا بالتعزيز. بشت اسمع والله لا اعزز شيلتي بيكون فيها لازمه تردونها انت كلكم اللي هي اس يا فيصل هو يملي كنسل فيصل. لكن في احد ما قرا اذكاره يا عوال؟ والله اني صادق. اي والله انا اقروها. تكفون يا الربع اقروها اقروها بعد بكره اجي انا اقرا عليك بعد اقرا اذكارك. الله حمود اللهم حمود تلبس عماني انت غلط توك تقرا غلط ما يصير. قريها قريها هاي ما حياه نجوميه عماني. والله يا خالد تبى تضحك من محمد الدهلي نام طال عمرك عندنا في الغرفه وجاء مفلح يصحيه قال هاي مو مو شي صحونا ما كذا حياة النجوميه. لا 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 يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. اوش يتقول الله كذب. دقيقه اسمع اسمع دقيقه دقيقه برش 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 دقيقه دقيقه طيب دقيقه انت ما قلت لي ما يصحونا كذا وش انت ما قلته لما تتكلم انقل الصوره الصحيحه بدون بهارات حرفيا لازم بهارات من اسمه ذاك سعود غربي سعود غربي طيب لازم هالبهارات يقول بدون كرك الزهري والقدر موجود بهارات القدر موجود. لحظه لحظه ليش ما تقول كرك ليه؟ ليه ما تقول كرك؟ اصبر اصبر كيف كيف تصحح ليه ما تقول كرك؟ ما ادري كرك هذا شيء نعتزيبه طالع اقسم بالله الواحد مقاطع 600,000 مره. لا يا انا قاعد اتكلم قاطعت 15 مره يا جلسه وديه معليه ما في جلسه وديه يعني خله خله بك 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 يجي على طول خلاص خلاص رايح رايح رايح. لا 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 دقيقه دقيقه بسالك سؤال يا اخي اسمر والله لا تدقم عليك وجينو وجينو سلم قلبه قلبه ايش قلبه ايش انا قلبه ايش انا قلت ترى كنت اسوي لي كذا قلبه ايش انا خلاص دعينا تعال انت ايش جاء جانا علمكم السالفه بالله شوف تطور الله دحين قلنا حجونا حجونا الشيطان شوف برجع عارف والله العظيم والله ما عاد اجلس والله 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 فكر 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 برش فكر فكر برش والله والله بروح بتروح بس بعدين لا 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 اي بعدين يا ولد يا ولد يا لا لا اقعد اقعد لا والله لا والله عطني ايش صار ما هذه حياة قومات نجوميه دحيم عطني عصا دحيم 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 جاء محمد جاء محمد الذهلي جاي يصحيه مفلح قوموا 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 طالع زيك قال جا قال مو شي صحونا حلو قلت كيف صحون قال يجيني ابوي يقول يقول حمود حبيبي حمود لا حمود حبيبي حمود خلاص والله كذاب اسال بندر عندكم تدقون الباب كذاب ها ابوي هي يجيني تو ابوي ما مسكين ما يصحيني البر ما انام في البيت يعني. اجل انت قلت اخوي وانت اخوي جاء قال حمود حبيبي حمود انا في مسقط 200 كيلو عن بيتي لا 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 بس لا انا ما ضحكت منك اللي انت قلت ما يصحون زي كذا الا الجمال برجع لك يقول 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 مفلح يصحي جمال منيف 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 يهيج لين يقومون لا والله ما قلت كذا بس ايش قال قال منيف ما يصح الا جمال لا لا تدري وش المنبه حقنا من اول كانوا يقولون نغمه زيد رصيدك بتزعجكم في الغرفه طلع ابو رش يعطيها موال معصب اي والله بس احيانا يعذرون يا جماعه اقول لك تدري البارحه قال قام شل شل على حطان بصوته قال
الله لا يسامحك الله لا يسامحك لا عاد الصوت البطيء هذا قاعد يشيل قاعد يشيل شيله فيك حطاني شيله معروفه كذا ولها رونق خاص عندهم نعم هذا طالع فيه قال الله لا يسامحك يعني كنا عذبنا شوها عرفت ما هو منك من شنب كنا نقصد دفاف لا حسب بيدعي يعني دعوه شنيعة الله لا يسامحك مقلب من هذا الصبح شوف لا تطرق بابا لا تعلم من بداخله انا خالد خالد بندر خالد نصيده مره خلاص ما شاء الله راضي الله يوفقك ايش قلنا راضي قلنا راضي اعطنا قصه عرفت احنا جالسين نايمين اسمعكم سولفوا مع بعض اسمعكم والرجال مكمل شباب على اذنكم بس بروح شويه اوكي ايش المهم اضبطك تعال بس ما اعرف ابرش بتسوي عند عندي راضي جاء قال بعطيك قالت قاعد يتكلم وانا هذا قاعد يسولف تقريبا ساعه وراضي اسمعكم والله القصه انا احس ان عنده احد يسولف عليه يوم سكتنا خلاص انا غفيت وهذا غفيت لان ودي اذا رحت صحيت ولا لا راضي باقي مكمل طالب السلسله هذا مني انا شو قال انت معايا قلنا اي معاك انا صحيت قال كمل قلت كمل وانا كل ما سلكت ايوه هسه شيء طالع سالفه الجن يوم طالع سالفه الجن وانا اركز وهذا يركز انا كان وجهي على اليمين وهذا وجهي على اليمين وراضي هناك ويعطينا سالفه الجن شوي الا ذا ايش سوى؟ وبرجله ويصقع السرير بقوه مع طهرب الا انا واقف فوق السرير الا هذا يضحك راضي قال ايش في ايش في الجن جو الجن رجع يقول لك يقول لك في الغرفه يقول لك ان ستاره قامت ولا مبارك والله انكم موجود لا ما اظن والله انا فتحت النور طفل عليك وجه الله اي والله لا فتح يابا انها في تي تلقى فتح في تي كلمه الله لا يسامحك والله لا ضحك ضحك يقولها من قلب انا حسبه بيدي دعوه شنيعه قال والله الجو طيب مغبون عرفت لا مو حلو بصوتي شلت هذه طيب عطنا واحده تكفي لا بعدين الحفل يا ابو لا 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 ما عليك المشكله اني مفاجاه بالحفل ايش المشاركه حقتك ايش المشاركه حقتك اي ادري اعرف المفاجاه اسمع خل الحفل اي عمل بتقدم من بلاي باك بيكون اللايف والله لا لايف وش بلاي باك بلاي باك هذا اللي مو واثق من نفسه صح نص بلاي باك ونص اسمه الجمع اسمه ماينس اسمه ماينس عطنا عطنا واحده واحده كذا محمد ماضي لا تكفي لا شوف مولانا مولانا يا مولانا يا سوجي بدعانا يا عيال محمد عثمان يا عيال يا عيال ايش فيك يجري كذا يا عيال وتخالتي 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 وش بك وش بك وش هو وش هو انت بقول لكم من زمان بس يعني سمحوا لي وقلت لكم قبل الحفل وش والله ضايق صدري عشان بقول وليه قصدي وراه لا تبكي لا تبكي عاد خالتي يا اخي انا احبكم انا احبك كفت يدك دمعتين والعين من بعدك ذرافه الله يوفقكم ان شاء الله كلكم على الصامت على الصامت على الصامت على الصامت على الصامت على الصامت تعال تعال فارس 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 تعال تعال نشككهم انك انا نشككهم انك انا المايك مبلل كلكم صالحين حرك دمك حرك دمك حرك دمك حرك اسمع اي اسمع خلنا اقول لك سالفه على طاري سالفه كذا اللي واحد من العيال رايح انه يبيع على سياره جنبهم ارض فاضيه ايش تبي هيبة ما ودك نشتري الارض اللي جنب بيتنا قال له يا ولدي قصر الصوت قصر الصوت يعني اني انا شريتها ولا بشتريها واحد من الربع هم لحالهم بالسياره قصر الصوت يعني مثل ما تقول خلاص اعتبر امرها منتهي ايه اعتبر امرها منتهي قال العالم بالسيارة أصيرك من جار ها أبو غنى شو الأخبار؟ يا الله أبو غنى وش هالكشف يا ولد جاني شعور نفسي يوم مشروع ذكرتني لا تعطيها الوضعية ذي يا ويلك يا ويلك وشو؟ يا ويلك ليه؟ وما تسوي لك كرك لا تعطيها الوضعية ذي ليه بالعكس؟ العريف إذا بيطردنا كلنا أمني في البارح قاعد يقول سالفة حقت عبامة قبل البارح والبارح في الليل الرجال سهرانين يقول لي يا فارس حضرت زواج في دين احنا ايش فينا قمنا نجلس وتشوف اسمع أنا يقول يوم حشيت الزواج اللي يقول قصيده يقول احسن زواج واحد من كل وقفه يقول يوم حشيت القصر واعطيه ذيك القصيده قمت وشوف سبحان الله حسيت ما سمعتوني يقول يوم حشيت قلت لا دية لا كذا يلا قتل ما قصر ولد يا ولد قلت له حق اقول للعيال اليوم عيدين محمد طلع من المستشفى وعندنا عرس والله كنا عرس قال ايش؟ قال من اول حط لي ستيج طاولاته حط فوقها فرشه يقول لي ستيج وشوي شوي لحد يرزف عشان ما تكسر لا انا زواجي ان شاء الله بسوي زي كذا جيب مفيد
مفيد مين؟ مفيد هذه شركه حقك والله مفيد مفيدي مفيدي والله يبغى لك تجيب قرض عشان تجيبه مفيد مفيد دايم تفيد وتخاطي بالله غالي 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 لا 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 والله اسف والله اسف صالح اسف والله العظيم والله العظيم فوقذنا شيء والله يا عيال يا عيال بالله بدون مقاطعه بدون شيء خلونا نقعد نستري شوي بالله بكم قيمتها ابو سيف زواج والله جاره لا 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 اقل اقل هذا التنظيم كله اقل اقل صدقني ما يزيد ما يطلع لا لا هو عن زواجه زواجه مو زي كذا لا بس زي كذا والله كفو كفو يا رمي والله تغيرت كفو الليله لا لا يا الله كفو 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 لا اسف بالله كيف يفرق بيننا شويه شعر كيف بالله على اسوي زواج مالي غنى عنك يا ابو وتخالتي انا عندي لك فكره انا لو خدت يا ولد حتى حتى الصلاه انت عطيه هنا ايش هنا ايش تبت يدي اذا بلاه تدخل على والله ما اتوقع بتكون العرس العيال المقدم وصل الحفل بدا المقدم وصل تلمس من راس بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه انا لا جاء زواجي ان شاء الله بجيب سعد بخشم ريال يقول لك سيده بخشم ريال لا اخذت 300 ان شاء الله كم تعطيني وجيب جيب صالح بعد بخشم ريال كان وانا بخشم ريال انت ما بعزمك لا تقول قصر انا ان شاء الله اكشخ بعد البنادق الحين ما نقدر وش تقول لو يشوفون المكوى اللي انا اكوي فيها كان غسلوا ايديهم تدري كم سنه قبل بتزوج اقول لك كم لي ذحين 3 سنين ان شاء الله الكشخه بعد انا متوصل ما قصرت عندي سبب يبغى لك قوي لسه لو في بسام يقول انا من وين ولدت ولا اقول بتزوج اسمع انه انت ان انت غريب عن الكل كلهم ابيض ولا انت لا انت انت يا محمد ايه انت ليش معطيها وضعيه دي وضعيتها ايش اسمها وائل الخواجي لا نسال علاقه بالثوب هذه وضعيه وائل الخواجي هذه وضعيه عمر انا طيب انا نسال علاقه بالثوب انت وضعيتك ما اسمع صالح صالح ما اسمع صالح سمعت ايش قال فارس قال نسيان العلاق بالثوب نعم 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 بس انا خالد 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 بالله شوف من ورا لا يكون نسى العلاقه لا لا والله شو الاحظ انك كذا ما ادري لا والله زين جاهز بس ترى تفصيل ترى انت انت خلاص اسف والله اسف 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 اقول لك والله انا اقول لكم من يوم مدحنا هذا الانسان هم دهور ليه ليه من يوم مدحناك وانت راح لازم يصير بيع روح فكاهه لا والله صدق ترى انت يعني اول واحد بتكون في المقدمه ابو نايف نبغى 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 الرتم حقنا كذا عرفت نفس المنحنى حق الحراره كذا بس ما في نزول شوي إيه كذا يعني ممكن يكون فيه مستوي بس يطلع فوق ما يكون كذا إلا صالح زين يطلع كذا إيه بعدين اسمع راش لا هي بتصير بعدين ينسل ما لا أنا أشرح لك أنا أشرح لك أنا موجود أنا أشرح لك يا خال هي أول شيء تبدأ كذي ثم تصير كذي وكذي وكذي لما يطلع كذي ينزل كذا لا كذا كذي كذاب كذاب أقول لك شيء أقول لك شيء والله يجي عند صالح وعند عبد المجيد وعند العيال فهمت لا يجي عند صالح يتعلم الكرك والشاهي وذا منهم منهم محمد يجي عند عبد المجيد الفوزان ومحمد الذهلي يتعلم حاجات حلوة يجي عندي وعندك سوليفة تتغير والله طبيعي لازم أنا الحين لما نسمع مجموعة مثقفين كذا أتكلم بالثقافة شرواك الطيب حلو أقعد مع سعد سبيعي الحالي لا تلقى الكلام المنطقي يتغير الكلام يتغير هذا أمر طبيعي يا أبي حتى الحفلة أتكلم بفصحى الحين أرجوك والله صحيح لكن الحفل 9:30 يا اخي احس اللي شافكم 9:30 في بيتكم الثوبي ثيابي في الغسالة انا لابس خل بالك ثيابي في الغسالة يا ولد والله ما بدري البس ثيابك في الغسالة انا بطبق الواقعية تلعب ها بطبق الواقعية اكرس صوالي بالنشافة لا لا ما هي واقعية سعد سعد يا الربع وصل وصل سعد ما في الوقت الصيني الله اكبر اهلا 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 اصبر 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 السلام الله شو طلبك يا عمو يقول شو طلبك يا عمو شو طلبك يا عمو شو هيدا شو هيدا طلبك عمو اثنين عصير جوافي اثنين كباب تعال صار 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 اثنين كباب ابي شاهي ايوه شو بدك اثنين فتوش اثنين نفر كباب ايوه لا ما طلب كباب غيره حمص ايوه
عنا عدس، عنا حمص، عنا فول، عنا عدس، عنا شيش طو، عنا كباب، عنا كبه لبنيه، عنا كباب العسل. متاكد انت سوري ولا مصري؟ عنا اقول لك شيء. شو مالك انت؟ اسف اسف اقول لك شيء. هيدي لهجه لبناني. خالد انت خالد شو مالك انت؟ سوري اردني. لا يا حبيبي هاي لبنيني. اقول لك هاي ايش؟ لبنيني. لبنيني؟ لا خطا ما هو كذا. بسام حبيبي حبيبي بسام والله انك قارب الشام كذا عصارات على بس انت ايش مغير بسيان كذا اسمك؟ بسام حبيبي والله انك ماركه ما تتغير الله يرضى عليك والله لو تلبس اللي تلبسه والله والله ما في ما في امل دقيقه اعطى كذا لا 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 عيب عيب هيك عيب يا عمو عندهم عيب؟ والله عيب شو احط غرتي هون ايش ما بصير شو اسمه غرتي حطها هون غرتي 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 يا اخي شو مالكم انا جاي اخذ طلباتكم انتوا تزعقوا علي في ذمتك انت راضي عن شكلك الحمد لله في هذا الحفل اللي بيكون يعني اكثر مشاهده انا عندي مسرحيه بعد كيف. شوي كيفك شخص زي كذا ابغاك تعلمني دقيقة. ما بتقدر دقيقة. ليش ولا ليش ليش ما بقدر ما بتلعب ما بتلعب ما بتلعب تعرف ذيك اللي بدل انت اللي ربطتك شوف بعمان انت اللي ربطتك رفته ولا حق كرفيار لا والله انا ترى لو سحبته يتفل لا ما كذي وكذي اسال علمك شيء ما تشبك على لساني الوسخ فكرك انا اول شيء اشد لك اياه دقي بس انت دقي انت انت لا تسحب بقوه انت انت يا صبر لا بقوه تفل عليك اصبر لا تسحب لا 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 تخرب تخرب لا تخرب تخرب والله شد لك اياها بقوه شد لك اياها بقوه والله يهدي امسك 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 خلني افك الياس من هنا تفك من هنا ابو المطعم الرايق في عهدك انا اعرف انها هذه صغيره كذا عشان ما يعاني منها كذا حركة بعدين في دائما اشوف هذه الحركه نفسي اجربها كذا هو طفشان وزعلان يا اخي انا اشوف في الافلام شخصيات يلبسون زي هذه سافرت برا السعوديه اخذت زي هذه طلعت حلاق حرق نفسه طلعت حلاق كذا كبيره انا والله عن مقنع يقول لي سب اكيد ايش مكتوب هنا؟ ما بتعرف تقرا؟ ما بتعرف من اللي اعطاك الدور؟ منو منو انا بتفاهم منو يمدينا نصلح الغلطه عادي قبل البرايم اي والله راشد عز الله انه خشنا راشد راشد دقيق راشد بطلب بطلب مو في مو في شو راشد تبيعي ودي يرضى هو ظلم كذا اصبر تعال اصبر في شيش تطوط؟ لا يا الغالي لا يا بسام تعال سعد تسمعي بيطلع شيش تطوط انسي القصه تعال تعال شيش تطوط شيش تطوط تطوط تحبيك وجنان هي هي في شيش تطوط خلاص ايش طاووط شيش تطوط ولك هي نسيلك شيش لك انت هيك بتسب الاكله ما اسب الاكله ما حلال عندك لا يا عمو يا عمو شعري والله وحيات الله دافع عليه بالصالون 5 ليرات الله ما بيجوز يا خيو ما بيجوز تعال هون شو نسوي لك ولك يخرب مطنك ايش؟ شوف جهز لي شيش تطوط شنو هذا؟ بيطلب بسعر شنو؟ شنو يا قيح؟ اما بروف الحين يا عيال اما يا عيال بروف الحين يا بسام ارحم امك خربوا شعري الله يقلع قول لك كيف راشد؟ لا والله ايش فيك معطيه وضعيه عبد الرحمن طيري في الصوره؟ شو طلبك؟ لا عبد الرحمن طيري لاحظته كذا جاي صوره جاي صوره كذا شوف خلاص لا لا والله شو طلبك عمو قول لي بلا صياح ازع لا بس ما ما يبتسم ولا يسوي كذا يسوي لا كلمة راس ما عشان عشان يبين المهم صحيت لقيت سرير فاضي فوق البطانية ودوس في البطانية ما في احد يوم شلت حاط العصا يبغى تنام والله ذاك اليوم خاش بالعصا لانه صالح الزيري صالح يقول له صح انه وانتوا العصا يلا بتسوون بروفا ولا حق له انا ما ضحكت الا ما ادري انكسرت عصاتك هذه شوف حول الوجه حول الوجه هنا هذا الشعر اللي بيكتب اي الشعر هذا لا ما له داعي جيت اعطيت القصه على الانبياء بعد ما خلقت القصه قال هذا سندباد معلش يقول نبي كان يطير بفرشه يستحي ما في نبي يا سعد عمرك سمعت نبي يطير بفرشه ما هو فرشه ما هو فرشه والله انت كذا انت كذا قلت نبي يطير بفرشه قلت لك ما اخبر احد يطير بفرشه ولا سندباد
لا ما ما لا مو صحيح. انا عندي نصيحه ما حد يحطون فارس. انا عندي نصيحه بقول انا عندي نصيحه ما يجوز بيع. لا 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 انا اقول لك لا انا قلت كان يطير. لا انا قلت كان يطير قلت له اصبر اصبر اتكلم. انا راعي القصه ترى ركزوا معي. انا راعي القصه يعني انا اتكلم فيها فهمتوا. انا قاعد اقول له انه 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 احد الانبياء طلبك عمه يطير. مو يطير هو يعني شو طلبه؟ كان الريح او فرشه. يوم قلت فرشه قال سندباد. قلت لا يا اخي مو سندباد. احد الانبياء كان يطير. بعدين ذكرت انه سليمان كان كل شيء مسخر. ايوه حتى على المسرح. المسرح تعال من مسجد في مسجد مدينه اخرى. فيوم كان طيب شاف احد. يلا يلا يا عيال بسرعه. شاف قال حسبي الله ونعم الوكيل. قال لا حول ولا قوه الا بالله. فنزل فقال انت وش قلت ما وش قلت. فقال كلمه زي هذه. الحمد لله تعليمي ما صح. انا عندي لك فكره فارس. فارس فارس انا عندي لك فكره والله. قصص انبياء حاول انك. اقسم بالله اني عندي قصص لين راسك لين هنا. لا بس انه هذه حقت سليمان ابى اتذكر السالفه. شو المشكله؟ هو عنده قصص وايد بس مهم مرتبه. مو مرتبه يعني يعني ولا يعني خربطة. هو كيف يقول فرشه يعني فرشه بالله. انت لو واحد يجي يقول لك واحد يطير فرشه من يطير عليك على طول؟ هذا يهون يهون هذا يهون. قلت سمعت عبد الرحمن مطيري ابو عبيده يقول خالد بن وليد ورا ويا ابو ورا قال ابو قصيب. عبد الله بن دفنه جاني انا وعبد الرحمن. قال يا اخي انت دائما تقول قصص الصحابه والانبياء ليش؟ قلنا عشان لو قلنا في القبائل ممكن الناس تعتبنا لكن في الصحابه ما حد بيعرف. استغفر الله العظيم. ترى انا مع اننا ما لا نسيء. عبد الله وصف عبد الله بن دفنه لا لساك محشك. هو مرات كثره مصيبة. الضحك يعني انا اعتبره مرات تصير. علم شيء علم شيء. اكثر شخص نتف جبهتي انا عبد الرحمن الطيري. عبد الله بن دفنه اي والله ما تقدر ترد عليه. يعجبك عبد الله بن دفنه بس انه عاد ما ودك يشطح في شطحات. والله والله طلع مؤثر يوم القصه اليوم. اشوف دموعك تستاهل والله. تبي صدق والله مؤثر. انا والله انت سمعت قصه حسين الى اخره. اقسم بالله يا عيال انها قصه مبكية. قصه حسين انا قمت يا يا اخي صدق والله اني ندمت. تدري ليش يا اخي؟ كذا وانا في المحاضره ما عاد اشوف. انا ترى ما نمت وراسي مصدع وتعبان وسهران. والله انا عشت القصه يا اخي. حسيت بالظلم. ما قدرت انا ما قدرت اسمع فقمت ورحت. انا قال حاجه انا انا الشيخ قال حاجه في القصه. بدايه القصه قال انا لا اعتبركم يعني انا ما الكلام مو لكم الكلام للجمهور. انا على طول طلعت كل اللي في المسجد كل اللي في المسجد طالعون فيي عرفت. حسين كل واحد يضحك. حسين صالح يقول اسمع. قلت لا قد صالح امسك من هديك. قال لي حطيتها فوق راسي. قال ليش؟ قلت مزهريه يعني دورك استعرض عشان لا ينخصم. لا شوف هو اكيد محمد مزود يبغى يتفاعل. قال ايش؟ قال ان المعروف يؤمر بالمعروف والمنكر بالمعروف. بتهدى هدى المجلس حولي مسموح من التبع. انا اقول لك بس احسب السالفه سجع كذا ما معك معروف معروف منكر منكر. لا اسمع والله القصه مبكيه لانها اشعرتنا. انا عشتها كذا وقاعد اعيشها. ترحم امك شيل العلاقه وتكلم زين. انا قاعد اعيش. ليش قاعد اتكلم كذا انا؟ لا 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 اعلمك ايش. خلاص شوف هينزل على الاسئله. اي والله كذا عطى حقنك. لا هو لا شو كذا بدا ينضغط. يلا خلاص اسمع لاني عشتها حسيت انه خليك زي ما انت واقف. نعم لا يرحم والدك خلاص باقي ما حطيت. لا والله لا والله جدي ترى ما بيطيح الاقل عادي بس انا عشتها عشتها القصه والله حسيت بالظلم. وبعدين تدري وش اكثر شيء ابكاني؟ يوم قال انه هذا ما ادري من قام يلعب بفم الحسين. فقال كيف تلعب اني رايت الرسول يقبل. يا الله يلعب بعود صح بعود كذا زي ما تقول كذا. انا لاحظني يوم يقول علي بن ابي طالب يوم انه بكى وقال وما سالوا. قال في اثنان قال راح ايش سينثر دماءهم في كربلاء. فالحسين يوم اعطاه المويه حتى ذاك اللي اعطاه قال والله ما تشرب المويه يوم ذبح العطش. وكانوا حزنانين عليه. تخيل يصلون وراه حزنانين عليه ما يبغون يقتلون العالم. هذه انا زي كذا ما ادري. يا الله قصه مو يرحم والدي كان دمعتي طارفه اي حاجه ترى يمكن سمعت انا والله. لا مو زي كذا. لا هذه قله حال. هذه كذب. هذه كذب. هذه كذب. لا والله بس لا شوف شوف هي بديت انا يعني اتعب فهمتني دموع فهمت انت تعرف ذي اللي يجيك هنا شوف انت اوه اللي بتلعب ايوه هذه هذه انا والله خلاص اتوقع ان يوم البرايم اني ببكي ببكي تبكي على مين صح علي اي واحد لا بس مين اكثر واحد بتفارقي صح انا
قول انا قول يا بسام يرحم امك ترى قول انا ايش بطلع بتشرف قبل قول انا يا رجال تدري عن شيء يوم شفت قول انا والله ببكي والله اني ببكي عليك انا اسمع اسمع يوم شفت يرحم امك هذا ما يتفارم يوم شفت عيال اختي يوم شفت عيال اختي خنقتني الابره عرفت وماني قادر يعني اسوي شيء ما اقدر من النوع اللي ما والله لو تحب اسمع الارض بالقوه تنزل الدمع وفي نفس الوقت الدمعه طارفه خلاص وقفت هنا طلعت قلت هذول عيال اختي انا خالهم وين الفايده انا ابغى اتذكر انا والله اني كذا ابغى اشوف تاملت الجمله ما اسمع طلعت انا ورحت ترى ورا المهم وانا قاعد زي كذا خلاص وانا قاعد ادق هاشميه وابتي وابتي عرفت ما في احد متخطي بعيد الفي جاني واحد من الاداره من الصغار الجد هذول قال لا تبكي لا تبكي ايش فيك؟ انا فاضي لك انا اصلا غلق البث قول اه يا زلمه اي قلت اه يا زلمه انصدق المهم غلق البث يوم غلق البث العيال شافوني قالوا فيك شيء وجهي وجهي منتفخ عرفت عيوني منتفخ خشم قال فيك شيء قلت له والله ما فيك شيء منتفخ خشم اي ذاك اليوم كل وجهي منتفخ خلص البث نمت ما تخبر نمت بدري اي اذكرها يوم العيال هنا العيال محتفلين فارس كان بدري عيال غريبه صالح جاني قال فارس امانه فيك شيء مريض قلت له والله ما فيك جاني سعد كان جاني سعد تخيل هو العصاية فيك شيء والله ما قصرت ما فيها قاعد العصا فيك شيء يا عيال والله العظيم والله الطوير الطوير ايش اللي استلم عبد الله بن دفنه كل ما قال لا والله طلعت انسان عبد الله بن دفنه يقولها يا مبكى يا اخي يا عيال والله الطوير ايش نكته شوف شوف والله اما انا اللي حزني صدق خادم حميد لا راقي ترى بقول لك شيء ترى من المواقف هذه تدري ليش يا رب يجيبوا لك انا بجي اسمعني اسمعني انا بجي انا بجي الجدار ورجع اسمع اسمع خالد انا بجي مثلا اوادعك بكون متاثر عرفت بعد اذنك فيه هلا والله فيه فيه مقدمات للبكاء عرفت لكنك تصدمني بصوره اي والله صدمه انا جربتها تدري ليه يوم في المطبخ يوم طلع صوره بنتي آه مستانس ليش دخل حمد بغينا من هذه التفت كذا اللف في وجهي الايباد لا مكبر الصوره بعد مقرب على وجهها ناظر كذا لي 15 يوم ما شفتها انا الملامح على طاري 15 يوم لا بس اللي العيد صدق انا اعلمك الثلاث انا يوم طلعت عرفت قلتها قلت هذول يا اختي وانا خالد وين الفايده ما ادري جاكي ما ادري كيف كذا طالع جاكي جاكي باقي ما شاف دوب جاكي وجلس حلو وقام عرفت انا اسمع فيه اللي لحقني خادم حميد خادم حميد من زمان انا وياه جالسين يقول يا اخي والله ودي اشوف اختي الصغير فيوم شافها سوى زي كذا عرفت خلاص بعدين وقف زي كذا طالع قدام لقى جدار دير زي كذا ذوق 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 لا حتى لقى جدار ما يبغى يروح كذا ما يبغى احد يشوفه لقى جدار مسدود رجع طالع انا صدق قال لي ضحكت عليها والطويرش برضه اي لا 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 ما ما طلع من لا لا بس انه بكى على طول انا والله العظيم احسبه يمزح انا قلت انا جاء في بالي انه شوي عبد الله بن دفنه اللي قهرني يوم طلعت وجهي محمر وعيني محمره وطلعت انا وابغى اروح الغرفه الله طالع فيك والله انك تحس والله طلعت ادمي طلعت فيك قلت ايش فيك؟ قال وش وجهك ليه منتفخ؟ قلت صقعت في الحديده قال مره ثانيه لا والله شوف صقعتي في الحديده هذه راحت؟ باقي شوف لا لا منتفخ منتفخ انت انتظر زي وايل لا لا تعبت فيها لا تعبت لا تعبت ها عاد في الم مره مره تخيل ماشيين من صلاه الظهر انا وهذا ركز بدأت انا ماشي زي كذا عرفت ما اشوف امان الله ونزل راسي عرفت الظهر ما اشوف شيء اليوم اذنت ابشر كم مره ربع مره هنا اذنت مكاني اذنت الاولى لا انا اليوم ايه احسبك العشاء اذنت الثانيه واروح هناك ويجون يطردون الاعداد يطردون يضحكون يطردون معصبين يا اخي ليه ما اذنت قلت والله اني اذنت قلت تعال اذن مره ثانيه دوبني اطلع على طول اروح اذن فهمت وانزل واروح عرفت ما انتظرت الاشاره ما انتظرت احسب ما اشوف شيء من النوم الو وانا بفروتي المهم في الاخير جاني الاعداد هنا يا اخي انت ما تحس انا اقول لك قوم روح اذن لين دحين ما قمت قلت والله اني مأذن ثلاث مرات الرابع مأذن بديت الله اكبر الله اكبر البث اللي جاء علي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الاولى ما جت علي عرفت قال يا اخي يرحم والديك خلي انت اشرب مين قال لك تحطني اذان الظهر ما لقيت الا فارس حطوا اذان الظهر فارس ما لم الا تسعه انا اول اسبوع قالوا انت تخيل ثلاث ايام يومين انا الظهر قلت سلام لا مره انا اذن مره انا اصلي الى هنا علاقتنا توصل طريق مسدود قلت لا اعلمك على طاري الحديده ماشي انا الظهر ولا اشوف شيء ما اشوف والله ما اشوف شو اسمه وزي كذا عرفت انا منزل راس زي كذا
وجنبي خالد وراي بسام بسام يقول حديد الحديد 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 هناك يمكن هو يقول حديد الحديد الحديد انا ما ادري ايش قصده بالحديد ماني انت مغيم وخالد وقف كذا انا خالد ما ادري وين راح دوبني رفعت راسي طن قال انا يا خشمي خالد يضحك اقول شيء خالد قال والله اني بقول لك ابى اقول لك بيت والله ما امدى امدى تخيل كذا بس كيف ردت فعلك لما رحت مرايه ولقيت خشمك كذا لين الحين منتبه لا الحين اشوى بس كان احمر تصويت الجمهور يوم جاني اخذت الاول فهمت فقالوا عندك مكالمه ذا فرحت كلمت امي المهم كلمت امي قالت لي اسالك بالله اللي في خشمك مضاربه ولا حديده ما في اي ثقه قلت لهم الله يهديك والله انها حديده قالت هي انتبه على نفسك انا شافت المشكله حقت مفلح 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 فكلمت يا اخي انا اضحك انا ميت ميت ضحك عرفت اللي من قوه اني ما ضحكت بطني سالعني انا ومليف وخالد نروح جوا نضحك ونرجع فهمت لا احد يضحك الا مفلح في الاخير اخذت تصحى قلت انا بجلس هنا واضح اني قاعد اضحك وامزح ولا ذا قلبها الاخير قلت خلاص تعذر منه ونسامحك ترى انا ادري في البدايه انه طقطق عليه لكن انا الحين عندي جانب جدي وجانب جانب مزح هذولي ما علي منهم فارس منيف ذولي انا اداري المزح بس مفلح صدق مفلح والله ترى من الناس اللي يقلب المزح جد اوقات بس هذا الحين لا لا صار لا هو ما اعرف الوزن في البدايه لا 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 في البدايه اضحك عشان لا في البدايه والله الصدق من حقه ما يعرفنا ذيك المعرفه اي عادي عادي لازم جيت عنده قلت له انا مو ذاك الليل اخذت الكتاب من هنا قلت جميلي في بطنك مو ذاك ايش جميل عرفتي زعلان قبل يومين ما ادري ايش سويت له اخذت الجاكيت وحطيته لقيت جاكيته هنا واخذته وحطيته على الصال قلت ترى حطيت الجاكيت على الصال عشان لا ينعدم قال الله يبيض وجهك قلت جميلي مره ثانيه في بطنك وقف حق ابو دقيقه طالع فيا يشرد يشرد في طريقه الله يصدقك ما اعرف انه مزح ترى طيب 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 فلح اسال والله عشت اللي قلبها ابيض كذا تكتشف قلبها ابيض لا لا طاري السوالف هذه نعزز البعض في واحد يا عيال من هو؟ من هو من هو خالد براضي ما سمعت قصته امس؟ حقت الجن؟ حقت الجن؟ نمت وهو يسولف نمت هو وصحيت انا وهو كذا انا جالس اسمع والله يسامحنا يا رجل جالس اسمع تدري ايش قلت له؟ نمت بعد معي نمت وصحيت وهو يسولف تدري ايش قلت له؟ قلت له يا راضي بكره وراك بث اذا فيك نوم نام ما عليك من خالد خالد يبغاك تسولف لين ينام يبغى ينام قال لا انا والله ابغى اسولف قلت خلاص هي سولف بس والله ترى زينه لاني نمت ابغى انام ما قدرت فقاعد يسولف اخر كنت اسمع كذا المدائن سكر العصر لا لا الساعه 9 الساعه 9 عرفت التخدير اعطانا قصص ثانيه انا سمعت المدائن وشبك والعصر ما ادري وش اعطانا الجن والعفاريت الساعه 9 انا صحيت طلعت للساعه 9 قال راضي باقي يتكلم طلعت خالد قلت خالد خالد ثرينا قلت هذا كم ينطبي سولف الحاله انا والله اني انا والله اني فكرت شيء وقف وقف كذا شوي قال عرفت اللي جاء النوم الو هذا قال انفض الشريط رجع كمل انا فكرت كذا قلت الحين بالنوم الغرفه ظلمه لا تجي تنام جنبي انت مجنون انا قلت الحين نرقد رجع يسولف الحاله وانا اناظر كذا العيال اشوف محمد المسعود ترحف من دفنه ما في احد رجع بيجي يسولف الحاله خلني ارقد الرجال بيسمع احد ثاني ما عليه حط راسه ما عاد ادري وش وكم سالفته بس والله انا والله الله يسعده اقسم بالله انا اجمل نوم انت اي والله والله العظيم انا صدق لا ليه اول مره انام ذي حلم شوف بغيت تفقع عينك بس يعني تدري قصه كامله على طاري الحلم الحلم انا وقعت انا اول مره احلم تدري 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 في مره من المرات بس على حد ضحك علي مره تحلمت اني في ثلج والله صدق ثلج حلو اني في ثلوج في الحلم رجال قمت مزك ايوه ورب اقول لك شيء اي والله دقيقه دقيقه شوف صالح زين انا قلت احد سفرني يا عيال انا مزك ما اقدر هنا هذه مثل وضع اليوم بس انه محجوب انا من اللي منكم تحلم انها ما فينا صرحا من اللي تحلم انه في الحلم ياكل ويكون شبعان ما هو بشبعان لا تسمعني زي ذا انا لا وقفت عليك يا ابو غنى كمل لا والله العظيم والله قمت لا تخليها في خاطرك والله العظيم هذيك من زمان السالفه صغير لا قام لقى قدك طالع ذو الحلم لا والله قمت لقيت نفسي عض المخده وقتها لا والله العظيم هي تدري والله العظيم من الجو طاقه
صاق رجوع ولد واكل. على طاري يوم عضيت المخده، انا في مره من المرات جرحت المدرسه وقتها انا رابع ابتدائي. طيب ما ودكم نمشي كذا؟ ايوه بس خلنا اعطيك السالفه. طيب اوكي. والله ما كذب عليك، جيت في المدرسه. احد قالك انك تكذب؟ لا لا شوف اللي صار. لا شوف المشكله اللي صار. لا لاني انضربت ضرب اعلمك السالفه. فكنت في المدرسه تعرف الثبات للاقوى زمان مو زي الحين. ثبات الاقوى يا انك تضرب الرجال عشان مره نوم مو مدرسه. لا عشان مو مره لا عشان تعرف زمان المدرسه اذا واحد مثلا ضربت انت وياه ومثلا ضربته كذا الناس ما يضربونه. المدرسه ما عندي القاعده ذي انا. لا اسمع انا اضرب القوي ذا. مو تضرب القوي ذا اسمع مو تجيد القوي. شغل عن ترى طحت على واحد اسمر الله يستر عليه. تفلت ثنائيات وقتها في المدرسه كان عندنا حفل كنت لابس خطر بيض. قال ايش؟ قال الصرفه. ايش هو ولد راسب في سادس ابتدائي 4 سنين. يعني انت تتضار يعني انا قاعد افكر فيها الحين. من هو هذا؟ واحد اسمر الله يستر. هو اللي المعيد من هو اللي الاسمر هذا. حلو. وانا صحيت انا وياه. قال الصرفه. قال الصرفه بقسك. مو بقسني شايل هم الضرب. وفعلا وطلعت من المدرسه والله صدق يعني. احيانا التفكير في المضاربه اقوى من الجلد. اسمع نفسه. انضربت 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 الين صارت غترتي كانت لونها ابيض صار لونها رصاصي فهمت زي التراب. وثوبي صار لونه رمادي. جيت البيت كلي مضروب يا ولد اسوي زي كذا طلع غبار. المهم نمت الظهر تعرف الغبنه مع الشمس مع الضرب مع ذا. والله العظيم اني تحلمت واني صحيت من النوم ضربت امي. اني قمت من غرفتي رحت ضربت امي والله يشهد علي ولا اكلم امي فكون في سروم تسمعون انتم باذانيكم. هاي ايش تبغى غيرها؟ قمت من النوم. واحد من اخواني قد قام من النوم مش عادي. هاي المشي اعرف اكواء ناس واجد. انا قمت والله بغيت اضرب امي والله والله اني ماسكها اللي بضرب. ابوي يقول صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي كذا خلاص بعدين واحد هذا يسمونه شو اسمه بس صدق المشي في النوم هذا مشكله والله. بس انا مستحي اقوم انا يلا اني اقوم. لا 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 قلت انا امشي في النوم امشي في النوم والله. هذا في واحد من اتمشى واضرب اخوي كف مره ضربت واحد من اخواني. لا انا مساعد مساعد حماد مساعد يمشي. إيه؟ احس ان انا كذا احس انه من النوع اللي يمشي يمشي. إيه؟ يا ولد اقسم بالله اني يوم رقدت معه هناك اجيك كل 10 دقائق ادور الولد فين اروح ارجع من عند الباب. والله جيت لقيته مره واقف عند الباب عند الستاره قال كذا. لا يمشي مساعد كيف طيب شلونك؟ الله يعطيك يا رجل. انا احسب والله الا فقت والله الا فقت. اي والله انك صدقت. هذا واحد من عمي طلع يوم من هناي في الخرمة طبعا بيتهم الحين هم هنا في الرياض من اول من الصغير كانوا في الخرمة. طلع من بيتهم الخرمة المناطق اللي فيها البيوت ما فيها شوارع الحين نص ونص نص في نص كلها بر خل. يمشي يطلع من البيت ويمشي لين جاء عند بيت عند باب المسجد ورقد على العتبة. المسجد وين؟ بعده من هنا تقريبا الى شفت الدوار؟ ايه مشى مشى راح لين نام عند عتبه المسجد. يسمون عندنا جهل في شيء اللي يسري. على طاري الاحلام ترى الاحلام اوقات في ناس يجون يقولون احنا عندنا حلم ونفسر والحلم كذب ترى اذا تفسر يطلع حقيقه. في عهد من في عاصمه العصور واحد راح عند رجل قال انا تحلمت انه في جره اسمع في جره كانت تقطر مويه كانت تقطر او مكسوره معنى القصه. فقال بترجع البيت تلقى حرمتك ميتة فعلا. فجاء طلع قال انا قلت له حلم كذب وصدق الرجال. يوم طلع فعلا يوم رجع لقى حرمته ميتة. في بعض الاشياء الواحد يستهين بها وهي من اعظم يعني الكذب اللي يكذب في الحلم ترى. لا بعضهم اللي قهرني اللي لما فلان مثلا يموت انت اسمع الاحلام والله اني حلمت بهمس حلمت بهمس الا هو في الجنه ولا مستوى ابيض. لا 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 اسمع اسمع ممكن ترى في بعض ما تعرف لا بس لا اوفر 70 واحد يحلم به وين؟ لا عاد ما ادري ما تدري هي تدري عن شيء على طاري الاحلام ابغى اعلمك شيء في اشياء اوكي بس في والله انا ابوي الله يرحمه يوم توفى جلس تقريبا يمكن شهر او اكثر من شهر. اي بس حلم يجيك حلم في تفاصيل الاحلام مثلا زي الشعر اذا كان تتحلم في الحلم ان الشعر طويل فيقول لك بطوله العمر معلوميه. بقول لك شيء بقول لك حاجه نقطه عشان ما يصير عندك التباس في الموضوع. يقول لك سبحان الله ترى ما هو كله ما هو كله تفسر كذا ممكن طولة عمر طول رزق طول رزق حاجه زي كذا ما هو كله تفسر كذا. لا بس الاغلبيه لانها اذا اجتمع شيء مع شيء على حسب القصه وعلى حسب انت لان اللي يفسر الحلم يسالك يقول انت مثلا متزوج هل عندك عيال هل هل بعدين يفسر لك. انا لا انا بقول لك طولة الشعر بعدين اذا تعلمت بوزغ ما ادري شو اسمه ذا انه
نيتك طيبة والله العظيم لو تقول اللي تقوله سبحان الله الله يسره لك. يهود أنا زليت هنا اللي قلت بس زليت في كلام وزليت في ذا. أصبر أصبر إيه فأقول لك زليت بكلام وزليت بذا بس والله بدون قصد عرفت ضحك وناسة فلت إيه والله العظيم إنها على النية والعالم تفهم على النية. لا الله سبحانه وتعالى عالم اللي باللي في خاطرك وباللي في قلبك وبنيتك. تدري متى يبان تبان النوايا؟ يا مرحبا يا مرحبا. تعال ما راجل غيمه ما تمطر. تعال بعطيك قصه لي من ذاك اليوم القصه حقتنا. تعال 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 دام انها جا وقتها كذا ثلاثه وجلسه رايقه. بس اصفر كيف الثوب؟ تعال لو حلو بس ليش ما تلبس ابيض؟ لانه الحفل تصوير. لا انا بردان. بردان البس اي شيء بجامه اي شيء لانه بالتصوير بيقعد معك بعد 10 سنين. بجامه وثوب ابيض ثاني ابتدائي المرقبه ورا الشراب البرتقالي. صل على النبي صل على النبي. لا والله انه زين زين يا رجال زين. تحطم جيت انا قال وش فيك؟ ليش ما تعال قعد قعد بتك سالفه. طب بس قل لي ايش رايك الثوب؟ والله حلو بس مو بوسيع شوي. لا 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 بالعكس كويس قطري هذا قطري. نعم فصل قطري عشان لانه هنا يجي خيط واحد كانك تقول اسكت. طب تعال انا عندي سالفه مو كان يقول لك اسكت. انت بعد ما اخذت مطعم صرت تلبس شراريب صغيره ما لها دخل. ما ادري لا دخل ولا لا. لا ما دخل بس انا كذا الحين. المهم اسمع اسمع تخبر السالفه اللي كنت بقولها من ذيك الايام. يا اخي تكلمنا عن سالفه وقصايد وتعرف سالف يعني قصايد و المغاني. ايه المغاني الله يرحم والدك. ما اعرف كذا والله ما اعرف. لا لا جاملوا بعض. يلا يلا اعرف كذا امدحوا بعض. صوركم هذا طال عمرك رجال. انا قلت السالفه ذاك الليله وللعيال فقال لي من اي انت سعد. اصريت علي اني اقول مره ما صار علي الحق ربعها الحق ربعها قال تكفى عيدها. كل ما يقول عيدها يلا الحين انا ما سمعت. فدام حنا الثلاثه هنا مجتمعين على خير والله يجمعنا ان شاء الله في الجنه. كيف انا اقول كلام حلو عرفتوني زينك لا تغير حبيبي والله حبيبي. المهم هذا طال عمرك واحد في يوم من الايام كان بيتزوج واحده تقرب له حلو. فراح يوم جاء بيتزوجها قالوا انت ما معك دراهم. ايه عرفت؟ ايه قالوا ما معك دراهم روح جمع الدراهم تعال. اذا جبت الدراهم يصير تزوج يصير خير. احتاس 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 ما لقى شيء راح سافر من دير لدير وراح يجمع الدراهم واشتغل في التجاره في التجاره في التجاره لين وسع رزقه والله فتحها ما شاء الله. القصه ممكن تعرفها. بعد ما وسع الله رزقه وفتح له الباب الخير رجع مبتسم ومبسوط ومستانس انه بيجي بيتزوج. في يوم رجع للرجال استقبله يا مرحبا ويا مسهلا ويا ويا الى اخره. في يوم جاء على العشاء وجاء على العشاء اللي والله في وجيه جديده العالم كبرت غاب كثير مو غاب ثمان سنين. ثم جاء وهو في العشاء اللي جاء ولد صغير. يوم جاء من هنا انت التكمله كانت. يوم جاء الولد الصغير جاء سألك هذا ولد من؟ إيه؟ قال هذا ولد فلان فلانة تزوجت. يا الله. قال ثم طالع فيه اليوم باسر الولد وحضنه وقال غابت ثمان سنين حلوا ترحال. غابت ثمان كلها مثل همة قضيتها بالحب والشوق رحال بشوق تحدى كل ياسة وهم. وعقب الثمان اللي عناها برا الحال جاب الزمان الكارثة والمطمة. يا الله. جاني ولدها مبتسم من بين الأطفال من بسمة أنا ذكرت أنا بسمة أمه. أسمع ولحظة حضنته والطفل في يدي ما شميت ريحتها على أطراف كمه. ما أدري أحس كذاب في البيت هذا. لا ما ثمان سنين الريحة ما تغير. ولحظة حضنته والطفل في يدي ما شميت ريحتها على أطراف كمه. برجع غريب سكته بروي رمال ولا أدور العاشق على ليش؟ ولا أدور العاشق على أمه. أيوه أي على أمه. المهم رجع قعدنا نسولف أنا والعيال في السالفة هذه والقصة. فيوم تكلمنا في القصة وانتهت نقز واحد من العيال قال والله يا فارس هذا يعلمك حاجة والحكمة من القصة هذه كاملة. لو أن في الجيل الجديد ولا الزمن الجديد كان فضحها راح سوى مشاكل سوى وفعل وسوى وسوى وسوى. بس الريجي ايش سوى؟ قال برجع غريب نسكته بر ورمال ولا دور العاشق على لا. هذا شوف الفائدة من القصة. هذا طال عمرك شوف كيف هذا 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 عبد الرحمن الطيري. ايه بدا بنروح ذا هنا نغير تراويش. والله بصراحة قصة مؤثرة جدا. لا بس قصة حلوة. بدا قصة مؤثرة ايش تخرب الفان فيها؟ لا انا ايش نقدي؟ بدا باللهيكة. والله بصراحة وبعدين بدت بهدوء وانتهت بهدوء وسلام. ما قلتها بالتفصيل لان التفصيل لا 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 التفصيل عليه خصمه وقت ما ادري احسهم يخصمون عليه حتى لو اقول ايش. لا لا انا اقول لك انها حقيقة بدت بحب هادي وانتهت بحب هادي.
مودع. انت ما سمعت هذاك اللي يقول اصابك سهم؟ لا لا اصابك عشق امر ميت. لا 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 ولكنني لما وجد لا اصبر ولكنني ولكنني بنانه عامريه يقول بنانة عمريتي أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام. لا يوم يقول يوم يقول أصبر 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 اللي جبتها ذاك الليل أنا وياك يوم قال إيش يوم قال خضبت فقلت خضبت يوم جاء سافر ورجع وجاء ودعها وراح ورجع لقى يدها حمرة حنة في مسألة عن الحنة هذه طبعا في الزواجات عندهم زمان إذا تحنت الحرمة يعني معناها تزوجت فجاها فقلت خضبت الكف على فراقنا خضبت باليدينك فقالت اسمع شوف ايش قالت قالت فقالت فقلت معاذ الله ذلك ما جرى ولكنني لما وجدتك راحلة بكيت دما حتى بللت به الثرى فكانت من كثر البكاء كان ينزع الارض وكانت تمسح يدها يا الله كانت دم يقطع يدها أبوك من البكاء هيا شوف الكلام شوف الكلام الكلام مو زي الحين الشاعر يقعد 3 شهور 4 شهور ما له سعد في شعار الحين والله صدق يقعد 3 شهور 4 شهور علمك لا انت محشوم يعني بس الكلام في شعار يقعد 3 شهور 4 شهور قصيده 60 بيت ما فيها الا بيت واحد قوي بيت واحد ايش قوي زينك صادق والله اني صادق لا هو شوف صراحه لو يقعد 3 شهور بعدين يطلع النتيجه كذا نعذره بعضهم يقعد نص ساعه ويطلع 20 بيت وكلها يعني سعد أبو نص زي المتنبي يقولون عنه على طاري المتنبي يقال عنه أن يكفيه فخر وشرف أن له 500 بيت على لسان الأمراء والملوك 500 بيت صح. أجل كيف رعت البقرة ذولي تعال بسم الله سم بالله انتشر واسع بين الشلاب بالحكمة والبيت عندي استشهد بها بلا لا 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 المتنبي بعض الشعراء يستعيرها بعد تبغى الصدق يستعيرون من الاخر من الاخر على طاري المتنبي من المتنبي والقصد والقصايد وهذه والله بقول لك اياها وافهمها انا من الناس اللي تعمقت في الشعر بالذات تعمقت في القصايد وهذا خلاص اخذ المجال هذا اصير انحصر عليه فانا لا احب اسمع حاجه تستدل ببيت تستدل يعني تسترسل الكلام افضل يذكرني فيني يوم اني ذكر يوم انفلت عليكم بالقصايد يا سعد انت ما كنت موجود ولا شيء قصاير والله ولا شيء ماكينه ما شاء الله والله ماكينه خياطه والله العظيم ماكينه خياطه على طاري خضبت والله كذا ولا شيء قالت اراك خضبت قالت اراك خضبت الشيء تعال تتسلى تقول تقول ترى اخفيت الشيء البس تلبس ولا تجي بروح البس شماغ يا شوف شوف خلاص لو سمحت سادي احنا كنا بسالفه لو سمحت بس بعطيك بس لو سمحت بس بيتين بس ايش هذا ايش هذا ثلث ساعه اصبر 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 لا من اللي كتبها شوف صلى للنبي من اللي كتبها ذي هذا ما ادري بس انت تقدر تروح هناك خلاص روح هذا بس كل البيتين قول البيتين قالت اراك خضبت الشيء هو يوم اللي شافها لحيته بشيء حطت وحط سواد علشان تهوى قالت اراك خضبت الشيء قلت سترته عنك يا سمعي ويا بصري قهقهت ثم قالت في تعجبها تكاثر الغش حتى صار في شعري على طاري هذه تعال 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 هذا هذا شاعر هذا شاعر هذا شاعر لا بس من يوم ما قهقهت طحت من عيني ترى بالشديد يقول سترت عنك ضحكت قالت حتى الغش صار في الشعر هذا شاعر معك الجدول معليش لا السكريبت لا باقي هذا شاعر راح عند المرايه وشاف نفسه مشيب جاء قال ايش قال قال قصيدة مو كبير بس قال ايش بشفته في المرايا وصديت ما كنت اصدق ان ذا الشيب فيه اثر الزمن يطوي رحاله وسجيت وراحت سنين العمر وش البقيه يقول انصدمت يوم شفت الشيب يقول السنين تمشي بسرعه ما ندري عنه على قولة بندر يقول الواحد من سن الخمسين من سن الخمسين سن الخمسين صح سن الخمسين وفوق يقول تروح بغمض هذا بغمض يعني الشيب اي انا طالع الشيب من الحين الكبر لكم هو الشيب وين اشوف من ورا 50 يروح عمرك إيه. يوم وليله عزانك صبت وترى 25 بعد ان وصلت يقول تدخل ال 30 على طول اعلمك ايش ذا يا عبد الله والله كذا خطا تحدي. واذا وصل 40 على طول 50 يلحق عليه والله كذا خطا والله ما هي هوايات نجوميه ولا هو بكلام نجوم تقلب التحدي الغالي يلا مع السلامه الله يستر عليك هذا بسام يعطيك حقنه انا افضل وانا زين يلا عمر والله يا بندر شخصي والله شخصيه ابو فيصل يا ابو فيصل شخصيه بينها بس بينها درام الوالد كذا كذا كذا
يا رجال والله العظيم ان متنا جوع. اسمع اهم شيء الاخلاق. اعطيك شيء بيني وبينك، اقسم بالله واحلف بالله واجزم ان متنا جوع وفقعنا شيخ. نلبس اطلق الماركات ونلبس ونلبس ونلبس، رصيدك في البنك ما تلقى فيه 300 ريال. لكن شوف العالم البطلانه صدق خلاص ما يلبس الفريده الداخليه حتى. ثوب ما ادري كيف جاي. يا من تقصد؟ لا والله اص اص تبي استراحه؟ والله والله احنا ترى نشخص وذا ولا اهم شيء القناعه والعافيه. او يقول شوف يقول لك الماركات خدعة صنعها الأغنياء فانطلت على الفقراء. صدقي يعني تجي كشيخ ويروح للمطار بيسافر بيسافر دبي يعني دير يعني أخوان كشيخ وجنز. أنا بخليكم لازم أغير أروح أغير. يلا إلى اللقاء بدو. حي الله أبو فيصل. خلاني يقول المركز الأول يبي صبر وجهاد. أسلم فازت بداية فيه تستاهلينه. الله ما ينعرض فيها سوى الدين وحياد وبرامج في محتواها ثمينة. الله شو يقول؟ ما ينعرض فيها سوى دين وحياد وحياد وبرامج في محتواها ثمينة. تهدف لنشر التوعية قبل الإرشاد، المحتوى واضح ولاهي دفينة. عسى القناة في كل الأعوام تزداد رفعة وتقدير وتحوز السمينة. يا الله صح لسانك. بقولها بورقة ماني بحافظها مرة. أنت خذ الورقة خليها بيدك ومن عاد المسرح يا أخي وما أدراك المسرح له رهبته. أوف والله شف أنت متمرس كيف رهبته المسرح؟ أول أشف أول ثانيتين لازم صير تهاب أكبر الناس بالمسرح وأصغرهم صح. ثم نعاد أول ما تقول السلام عليكم راح كل شيء. بسم الله توكلت على الله وسبحان الله. شف أنت دائم إذا أنت بتتكلم مدة دقيقة عشان تروح الرهبة، إذا أنت بتتكلم مدة دقيقة جهز كلام مدة دقيقتين صح تروح الرهبة صح. خلاص تدري إنك لو نسيت ذي جبت ذي، لو نسيت ذي جبت ذي، لو نسيت ذي جبت ذي. الحين أنتم شو وش قدمون أنت عمر و نتكلم عن بداية بطريقة مختلفة، نتكلم من جوان يعني مثلا نتكلم عن الإنجازات الإنجازات بطريقة مختلفة، يعني مو حققت وسوت بداية لا كيف؟ نتكلم مثلا جمهور بداية وش نوعه؟ جمهور بداية وشلون قاعد يدعم بداية يعني عمله صراحة مرتب بإذن الله وبانشد فوق المراجل. حلو زين يا رب. أنا واحد بلغني قال ما شاء الله وصلت حول 700 ألف ما شاء الله. اللهم لك الحمد لك الله يزيدك. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. شكل حبة 9:30 شكل 9:30 شو الأخبار؟ خلنا نجلس نتقهوى شاهدين. يا شي يا شي يا شي يا شي يا شي, شي يا ليل. تصدق عاد اني صاير ماني بدقق واجد عندك صرت اشرب بيبي على الهواء. ها ما في فاضي والله ما شاء الله. امسك بلت ريقة على قولتهم. اي عن قولت. شو الاخبار؟ شو العلوم؟ والله بشرك. شو من جديد؟ والله يود ما في روحه تعب. اي والله. والله البرنامج يقول على موجهكم كذا، وجهنا هو بالعذر. سهر في الليل و13 ساعة و14 ساعة تحت هواء. لا وكيف المخالفات؟ انك يعني تفكيرك المايك مدري وشو كلمه لا تقولها غلط لا يطفى لا يطفى. انا صاير ان انام 10 دقائق ربع ساعه ببيت الحكمه بصراحه. انه بس احسن ما فيه تقيلة الظهر. هي المشكله انا شفت ترجو مشكله اني انا اذا قمت صعب اني ارجع انام على طول. بس تدري احسن ما فيه وش؟ ايه تعودك على اول شيء التنظيع، تعودك على كيف تحسف نفسك غصب. أيه. والله صدق. اي والله ازرة الجوال هذه ترى حلوه شوي. وبعدين يا اخي تبي صراحه يوم اننا تركنا الجوالات صارت سواليفنا زينه. مخك تفتح. انا اول ما دخلت اول اسبوع والله العظيم اني حتى القصايد اللي حافظها ما قدرت، مخي مقفل. اي ما قدرت اجيب شيء. مو عشان اول جوال اشوف القصيده هو خلاص اتذكرها ولا ما ادري ولا الجوال زز على الراس الدبابات. انا ذاك اليوم بدا يجيني تعب راسي والله العظيم والله العظيم هنا زي الكهرباء اللي ماسكني ما قدام. المهم شال الحل شال العلم شال العلم. ابوي الله يغفر له ويرحمه جاب تراب بالبيت، جاب تراب كثير هذا ترى ضروري اي عشان تسحب الشحنات. والله العظيم اني ارتحت.
كله من ايش؟ من الجوال. تدري اللي تقعد. اللي عنده شحنات شلون يصحون ده؟ شوف الصلاه فضلها وش، ليش انت تحط راسك سجود. السجود ليش؟ كله عشان سبحان الله تسحب الشحنات عندك. شوف دائما يقولون افضل شيء لما تطلع البر نزل جزماتك ولا اي عشان وش حافي يا اخي تحس براحه خاصه بالنفود. اي نفودي، مع انه بعد الحصى يقولون علاج. انا ذاك اليوم شفت زي التنكيد، شفت انا واحد بالجنوب زي كذا تعالج ما ادري وش مرض بس من المشي على الحصى زي كذا. العلم بس والله الجو بده يبرد. ها بده يبرد. شبه بارد برد وانا لابس يتوي كيف اخر الليل. يا ويلك البربعانية هنا يا الله. لا وتدري وش المشكلة؟ المشكلة اللي فوقك هنقر، يعني البرد يدخل يعني بيص على علباتك. أنا من بيت الحكمة. أنا نفسه. لا بس طين يعني على الأقل. ولي فوقك هم هنقر ولا هنقر؟ لا كله هنقر حتى المسجد. بس شرح المكان يا ربي كله. إيه؟ اللهم لك الحمد وسيع صدر الحمد لله. هي ترى على أحيان الأخوية. أي والله الأخوية والله إنك صادق. إيه؟ المكان أحيان لو إنك مسافر بأفضل الدول ومعك أخويا ما إيه ما مو بيشيلون ولا هو. مرة والله إني يا أبو فيصل إني كنت شايل هم المشتركين يقول بخاطري. والله إني مثلك. إي لا يصير بعضهم يستقعد وبعضهم. تدري احسن ما في وش؟ ايه انه بعد البث هم يفرغون الطاقات اللي حابسينها. اللهم لك الحمد. بس عدلون انهم يخلون البث بعد العصر كانت تضبط. ترقد ايش بعدهم؟ صلي وترقد. لانه طويل ترقد. هو الحين من بعد العصر بس اثنين يروحون يطبخون الغداء. تقوم تجلس الى الساعة 1 عشان. ايه هذه مشكلة ارتباطهم. ما قلم؟ لا للأسف. استغفر الله وأتوب إليه. استغفر الله وصلي وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يا راضي لبيت حاجة يعلك دائما راضي قل أمين. هذا الشريك. هذا الشريك. يا سلام. احنا بعد احمد المسعود. حلو. شفت السكريبت انت؟ لا احنا بعد متى شو اسمه ذا محمد المسعود متى؟ محمد المسعود مطول من الفقرات الاخيره يعتبر. بالله؟ ايه احنا شو اسمه بعد محمد. بعد محمد المسعود. انا من محمد المسعود شله. طبعا احنا سعد السبيعي قصيده. ايه؟ بعد احنا معه بعد الاخلص وانا بتقدم خطوتين وبلقي القصيدة اللي عندي الأبيات هذه ما هي قصيدة وبرجع ونطلع خلاص. ما شاء الله تمام. طيب وش الكلام ب... سلام. أنت تقول رجالية ولا معك ورقة دم جيد؟ لا رجالي لأن أصلا كلامي قليل مو كثير. من اللي ماسك الكلام الورد؟ هو أنا أتكلم عن القناة وزي كذا الجماهيرية والمركز اللي حصلوه وبعدين أقدمهم. أهم شيء لغاية تطلعون سموا بالله توكلوا. أيوة الله. أيوة الله. يا حليلك يا مساعد والله إني فاقد. أقسم بالله إني فاقد. يا والله المغير أناظر وعدل من زين الأبيات كتبت فيه بعد بيت زيادة بس إنه مدحي من شين الأبيات هجاء. أحلى شيء الهجاء. الله يا ربي يقوم بالسلام إن شاء الله إنه بيجي إن شاء الله كله كم يوم إن شاء الله بجاي. إذا قعدت والله أتخيل يركض يروح يا أخي. ركضته عجيبة. تدري أحسن ما فيه بعد وش؟ حتى نفسه ما سلمت مني طقطق على نفسه. الله يقلع إبليس كان سعد. الله يشفيه وما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله عليه. هذه تبي تقولها؟
شوف انت، انت شوف. مع انه انا اقترح انه او مثلا تبغاني اقول 100 موظف يطلع عبد الرحمن كذا. لا شوف ارقام حاولوا ما مات يعني عادي. مثلا ايش تقول؟ عبد الرحمن لا تقول اخوي. عبد الرحمن بيقول سم تقول له 100 موظف. هو على طول بس انه اهم شيء على طول بعدك على طول. تمام. تصير مرتبه. وانت شوف تنزيل كلامك زين؟ اللي هو ايه انت بعد هنا مثلا عبد المجيد مجيد 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 شيبان او كبار السن عشان تصير اهم كبار السن. عمر شوف عمر لا تقول المركز الاول راي وانت انت انت عارف قل له وش عليه ايش اسمع قل له عمر اذا قال سام قل الحمل علينا كبير او مثلا اقول له عمر بعد المرتبه اللي وصلنا لها الحمل علينا كبير كذا حلو مع انه انا مع المفاتيح عشان يصير يعني انيق انت عندك هذا كل الكلام بالعكس بس انه انت عطوا مفتاح خله ينطلق عطوا مفتاح خله ينطلق حلو حلو جدا لانه انت كذا قلت لك تشوقه ثم تخليه تخلي المشاهد ينتظر الكلمه اللي انت قلتها هو حصل حطها بنص الكلام ما شاء الله هذا اخر شيء اي اخر شيء هو موظف بحك يا سلام يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا امنيه اني اصير مرتب مرتب ما شاء الله عليك بالعكس مو ناقص شيء شفت والله صدق شفت دولابي لا ما شفت يا اخي عجزت والله انا عجزت حاولت 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 شديت حيلي ها عيت اضغط والله شوف اول ما جيت رتبت كذا شوف محمد الذهلي ما شاء الله عليه يا اخي يعني محمد تراك تدري الحين انت قاعد مثلا تقهرني محمد الذهلي ما شاء الله عليه طبعا انا من كنت مستشير بالترتيب مستشير مساعد لا لا ما شاء الله عليك اهني اهلا بك يا سعد لا والله اعطاني اقتراحات حلوه بالترتيب بالدولاب قال لا تحط هذه تحت الثياب عشان ما يرجع حط من هنا تحت حط العطور فوق نزل ذي تحت الحين كل شيء محيوس عندي ملابس جديده حتى الحين ما فكيتها تخيل انت عرفتها عرفت الرجال لا ما شاء الله محمد الذهري محمد الذهري يعني من كثر ما هو انيق يقرا كتب عن الموضوع هذا كنا مره قبل لا نجي زد رصيدك وزد فرصتك قاعدين نفطر والله ما ادري من كان معانا الزبده انها بوفيه مفتوح وواحد من العيال حط واجد وشوي ذيك طالع فيه قال هذا ليس من الاتيكيت يا الله وقاعد يعلمنا عن الاشياء يعني مثلا تحريكه الكرسي ما ادري ايش اشياء دقيقه حتى صوت الملعقه ما شاء الله تبارك إيه البروتوكولات الاكل شوف هاي انا ما عندي مشكله يا ربك عند بروتوكولات الاكل اللبس بس انا عندي مشكله بالتنظيم تدري سيارتي والله العظيم ذيك اليوم انا راكب مع ملحن اول ما ركب السياره تحس بصور معي والله مصور الفوضى اللي انا فيه والله العظيم قراطيس وكراتين اشرطه يعني انت شفت تركب السياره ما تدري يطلع لك كذا غير توخر إيه قراطيس كراتين اشرطه سيديات كل شيء بس يقول لك ترى هذا ايش اسمه ستيف جوبز حق ابل او ابل ستيف جوبز ما ادري ما اعرف يقول لك كان فوضوي جدا جدا ويتاخر عن المواعيد وله مرتب حتى ذهنيا اذا حضر بعض الاجتماعات يقول لك رجل مليء بالفوضى ولكنه مليء بالابداع يا سلام اي تزكي نفسك توقع واضح هو ترى يعني زي ما تقول على قناعتك على قناعتك وعلى كذا يعني على بالك الموضوع اذا انت والله العظيم من جد ناوي ترتب نفسك تبي تقوى ترتب نفسك لكن ابغى اسالك عن العمليه اللي انت سويتها شو اسمه الحين حاليا تارك التمرين صح نعم طب وكيف متعبه صدق والله إيه فيها الركبة تورم يصير تجمع فيها الموية ليش؟ لأنه عضلة الفخذ تنزل على الركبة فتتعب الركبة تتعب الرباط عضلة الفخذ تنزل على الركبة؟ إيه لأنه أنت أصلا من يوم ما تسوي العملية سبحان الله عضلة الفخذ عضلة الساق تتحول إلى زي عضلة الطفل سبحان الله خلاص تنام كذا مرة فتصير هذه قوية وهذه ضعيفة فلازم تقويها 8 شهور 7 شهور فأنا قويتها شهر باقي لي 7 شهور والله مره مده كبيره واحتماليه القطع الله يكفي نشر يصير فيها عالي
انها تنقطع ثانيه. اي تنقطع ثانيه. صدق والله. اي انا جايب معي اوزان بس سبحان الله هل...